إذن أعزائي المشاهدين، نبدأ بملفنا الأول والجدل حول أرقام الفقر في الأردن بعدما يعني صرح به عطوفة مدير دائرة الإحصاءات العامة حول الفقر المدقع في الأردن، وحديثه عن 8000 حالة فقيرة في الأردن، ثم بعض الدراسات التي بدأ البعض يتحدث عنها وتتحدث عن أرقام أيضا مبالغ فيها. إحدى مراكز يسمى مركز الخليج 56% أرقام الفقر في الأردن. الحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، هلا سيد عمر، هلا فيك. يعني بين الإفراط والتفريط، يعني أحيانا بتكون، قبل ما أروح نقرأ الأرقام حسب ما قيلت، لكن لماذا أحيانا تغيب الحقيقة؟ هل الحقيقة عن أرقام الفقر غائبة فعلا؟ لماذا هي مسكوت عنها؟ لماذا يتركون المجال أحيانا لبعض الأرقام التي تفرط وبعض الأرقام التي يعني قد لا تكون لا تقبل مصداق لا تكون لا, لا يمكن أن تقبلها الناس ولا يمكن أن تتسم بالمصداقية؟ يعني حدثنا عن فلسفة التعامل مع الأرقام الفقر، خاصة من باب أنك باحث ومسؤول عن مركز دراسات محترم ومقدر. يعني بداية أنا من الناس الذين يثقون بطريقة شغل دائرة الإحصاءات العامة. نعم. من خلال تتبعي لها من أكثر من 20 عام أنا أثق دائما بالأرقام التي يصدروها. ولكن فيما يتعلق بأرقام الفقر، حقيقة من يتحمل مسؤولية عدم إصدار مؤشرات الفقر بدقة وخط الفقر وقديش الأسرة بيلزمها شهري أو يومي أو الفرد، هذه مسؤولية الحكومة. وأنا في ضوء المعلومات المتوفرة لدي أن الحكومة طلبت من دائرة الإحصاءات العامة عدم نشر مؤشرات الفقر عندما انتهوا منها قبل عدة أشهر. هذا جانب. وبالتالي على وكما نعلم دائرة الإحصاءات العامة تتبع وزارة التخطيط، وبالتالي هي جزء من بنية الحكومة، وبالتالي هم التزموا بقرار الحكومة بعدم نشر هذه الأرقام. ما نشر قبل طبيعي عدم نشر أرقام والإفصاح عنها، هذا يؤدي دائما إلى الاجتهادات. ولكن اجتهادات والاجتهادات احيانا بتكون مبالغ فيها، واحيانا بتكون بتودي رسائل خاطئه. وانا تقديري عدم الافصاء عن المعلومات هو يضر الاردن ويضر المجتمع ويضر الحكومه ويضر الدوله بشكل عام، لانه غيابها سيفتح المجال امام الاشاعات. مؤشرات الفقر احنا كمتابعين، مؤشرات الفقر عندما صحيح لم تعلن عنها الحكومه ورفضت الحكومه الافصاء عنها، إلا أنه المؤشرات اللي أرسلتها إلى مثلاً على سبيل المثال صندوق المعونة الوطنية أن يتم التعامل مع الأسرة التي مع كل فرد يقل دخله الشهري عن 100 دينار باعتباره فقير يستحق المساعدة، هذا مؤشر على قديش مؤشر الفقر عندنا على سبيل المثال للفرد شهرياً، وبالتالي سنوياً 1200 دينار، وبالتالي نحن نتحدث عن خط فقر للأسر المعيارية ما يقارب 500 دينار شهريا. وهكذا نقاها أخطأت الحكومة وما زالت تخطئ عدم الإصلاح عن نتائج الفقر ومؤشراته، بغض النظر عن نتائج أن الناس تقرأ بطريقتها. ما أصبح عنه صباح اليوم أو أصبح عنه مؤخرا حول أنه والله لدينا 8000 حالة فقر مدقع ومليون حالة فقر مطلق. في إطار الأرقام اللي ذكرتها قبل قليل، مليون فقير مطلق في الأردن رقم يعني نسبيا قريب من الواقع في ضوء مؤشرات الناس تأكل تشرب وتنام وتتنقل بالمواصلات يعني. لكن لما نقول إحنا 8000 حالة فقر مدقع، الفقر المدقع يعني لا بيقدر يأكل ولا بيقدر يشرب إذا ما معهوش مساعدة. يعني هذا خط الجوع، الرقم منطقي يعني أستاذ أحمد، الرقم منطقي 8000 حالة اليوم. بس أنا بعد إذنك، اليوم مثلا الأستاذ أحمد أبو خليل صاحب مجلة المستور سابقا الأنتربيولوجي المعروف والكاتب المعروف، قال أنه 8000 حالة يقصد فيها أسرة ضربها ب 5.4 بطلع عندنا 40000. فيبدو أنه الرقم منطقي مثلا أن يكون عندنا 40000 أردني فعلا ما بيأمنوش وجبتهم الغذائية. يعني أنا أعتقد أن الرقم خط الجوع صحيح، هذا تحليل منطقي، هذا خط الجوع.
خط الجوع، ولكن يعني لما كمان تحكي عن 40,000 يعانوا من خط الجوع من فقر الجوع حقيقة، هذا رقم كبير، رقم كبير. نعم يعني رقم كبير. أخطر من ذلك أخطر من ذلك سيدي، إنه الخرق خط الفقر المطلق لما يقول لك إحنا عندنا مليون حالة، مليون إنسان أردني يعيش حالة فقر مطلق، بمعنى آخر غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية أكلا وشربا ونوما ولبسا وتعليما وصحة. إحنا بنتحدث عن حالة فقراء، بنتحدث عن رقم كبير يعني الصراحة، لا أخشى عليك هذا رقم كبير، رقم كبير. ومع أنه إذا بحثنا شوي المؤشر اللي هم راضين يطلعونا إياه أو ما يطلق عليه المسطرة التي نقيس عليها، أنا تقديري أنه وربطناه بأرقام ومعدلات الوجود في الأردن، احنا بنلاقي عدد الفقراء في الأردن أكبر من ذلك كثيرا. ومش مطلوب من البشر، فقط يأكلوا ويشربوا ويناموا، يعني يحكي لك يا بصراحة مطلوب البشر يعيشوا ويترفهوا، مطلوب يتعلموا كويس ويكون عندهم خيارات نحو الأكل أكثر. وهذه مؤشر سلبي على بؤس السياسات الاقتصادية اللي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، أنه هاي نتيجتها أنا عندي مليون فقير في الأردن، وهذا رقم كبير وليس رقم جديد للعلم، يعني هذا من عدة أشهر يتم تداوله. نعم أستاذ أحمد، يعني بجوز أنت يعني أصبت الجانب الحساس عند المواطن في التعامل مع هذه المسألة، بمعنى أن المواطن لا تعني هذه الأرقام، ولما تكون الأرقام بتشملوش بتهكم فيها عليها زي ما صارت في قصة الثمن تلا، بمعنى حتى الطبقة الوسطى مدام عنده 2 أولاد بالجامعة، امبارح واحد بيقول لي أنا فقير، أنا مدام عندي أولاد 2، أنا مدام علي قروض آخر الشهر فقير، أنا مدام مش قادر أدفع بالأخير فقير. يعني واضح إنه الناس بدهاش الحكومة تحكي لها أرقام فقط، بقدر ما بدها تشوف إشي مختلف في قصة قدرتها الشرائية، في قصة يعني التضخم. يعني سيسيو، خلينا نحكي سيسيو اقتصادي، كيف ترى المسألة؟ كيف سيتقبل الأردني مثل هل تنصح المسؤول إنه يتحدث مع الأردنيين بأرقام؟ يعني حاب أروح لها الخلطة معك، تفضل. أنا تقديري المطلوب أن تعمل الحكومة باتجاهين. الاتجاه الأول أن تعترف بحقيقة الواقع الصعب الذي يتواءم مع إحساس الأردنيين بأنهم يعيشوا حالة فقر، وما تكذب عليهم وما توهمهم بأنه أوضاعهم كويسة. هذا جانب. جانب ثاني، مطلوب الحكومة تعيد النظر بالسياسات، وأنا بتحدث بهذا الجانب لأنه صندوق النقد الدولي في عمان، وهو يقوم بإجراء مشاورات مع الحكومة ومع رجال الأعمال ومع المجتمع المدني ومع الخبراء ومع الصحفيين باتجاه التفكير بملامح البرنامج الاقتصادي القادم للأردن الذي سيبدأ بعد شهر آذار 2020 وسيستمر ما يقارب 3 سنوات. هذه فرصة للحكومة إنه الآن يجي يحط صندوق النقد الدولي ويقولوا يا عم السياسات اللي اعتمدنا عليكم فيها من 30 سنة نتائجها هيها، إحنا بحاجة لسياسات أخرى وبحاجة لتغيير النهج المتعلق بالسياسات التقشفية وعدم النظر بمجمل السياسات التقشفية باتجاه سياسات تطلعنا من حالة التباطؤ الاقتصادي الكبير، وعشان بكرة اقتصادنا يتوسع ولاقي فرص عمل للعاملين، وما نروح نمس معايير العمل اللائق اللي موجودة في الأردن، لأنه سياسات التشغيل وسياسات العمل التي تم تطبيقها خلال السنة الماضية وتطويرها هي سياسات عمل بعيدة كل البعد عن سياسات العمل اللائق. لما كنا نقول والله في انتهاكات عمالية، القانون الأردني بيقول هيك، قانون الضمان الاجتماعي بيحكي هيك، قانون العمل بيحكي هيك، والممارسات مخالفة. الآن عدلنا التشريعات بحيث تصبح هذه الممارسات اللي كنا نسميها انتهاكات قانونية، وعلى سبيل المثال التهرب من الضمان الاجتماعي. يعني احنا الآن إذا واحد ما كانش مسجل موظف عنده بالضمان الاجتماعي أو عامل كنا نقول هذا انتهاك. الآن إذا كان عمره أقل من 28 سنة ومش مسجل، هذا صاحب العمل بيمارس حقه وبيطبق في القانون. صحيح. وبالتالي الحكومة حقيقة ذاهبة باتجاه مزيد من القيود على العمال والعاملين اللي بيشكلوا 87% من الأردنيين اللي في سن العمل، وذاهبة باتجاه عدم الإحساس بمعاناة الناس. صحيح. أشكرك على وقتك، شكرا على كل هذه المعلومات القيمة وعلى هذا التحليل المنطق. شكرا لك أستاذ أحمد عوض. شكرا لأستاذ أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات. رحنا أيضا لاستطلاع، يعني الزملاء راحوا لاستطلاع وسألوا ما الحد الأدنى للأجور أو الحد الأدنى للدخل الذي يمكن
أن يكون مفيدا للمواطن حتى لا يكون فقيرا. خلينا نسمع الناس شو حكت عن هذه القصة، وباعتقادي إجاباتها قد تكون رافد أساسي لفهم مزاج العالم في الأردن. يعني هلا بدك أبو 1000 ليرة، يعني بدك يعني أنك تعيش بعيشة كريمة ومنيحة بتكفي مصاريفك وأولادك، يعني لا يقل من 800 لـ1000 دينار من شان أنه يقدر يلبي مصاريفه الشهرية اللي هي أجار بيت، مي، كهرباء، مواصلات، تعليم أطفاله بشكل جيد، والصحة كمان لا ننساها، لأنه كمان عامل الصحة صار يأرق المواطن. والله في ظل غلاء الأسعار والارتفاع الضرائب وأجارات المحلات وأجار السكن والمواصلات، يعني مش أقل من 750 أو 800 دينار أجار بيت عالي، عندك كهرباء، عندك الأقساط كمدارس، عندك أجار مية، عندك مواصلات، عندك إذا كان في قسط سيارة، فهي كلها ترتب عليها بده يكون راتبك مش أقل من 900 دينار. والله هو بيعلن عنه تحت 500 خط فقر، بس حقيقة هو فوق 500، يعني بده يكون 750 دينار هذا الخط اللي بيقدر يعيش فيه الواحد بهالبلد. يعني تقريبا من 500 دينار ل 600 دينار يعني هذا كحد ادنى. اقل اجار بيت 200 دينار، عندك مي وكهرباء هي 50، هي 250 دينار، موظف لو بده يروح على وظيفته وبده يرجع من وظيفته بده يصرف له 100 ليره، هاي راح الراتب 350 ليره، يعني عياله بقي لهم 150 ليره يا دوب ياكلوا ويشرب. عندك مصاريف اذا كان المواطن عنده سياره، عنده ترخيص، عنده مخالفات، عنده بنزين، عنده يعني اكثر من شغله، اولاد، المدارس، الحياه يعني بشكل عام كامله، الاجارات، الالتزامات، يعني الواحد ما ظنيت اقل من 700-800 دينار. احنا الاوضاع عندنا مش بزياده هنا في الاردن من ناحيه كشغل كثير، يعني بطل في مجال يعني للشباب انها تشتغل، فرص عمل بالمره ما فيش على خالص. يعني حتى تعيش عيشة محترمة وعيشة كريمة بدك يعني بدك 1000 دينار، بدك شهريا 1000 دينار مع أجار بيت، مع مدارس، مستلزمات الحياة، بدك 1000 دينار. سيارات غالية، الأجارات غالية، العقار غالي كمان، صار ارتفع إشي يعني مش مزبوط كتير. يعني دخل المواطن الأردني احنا بنحكي من 300 لـ500 دينار اللي هو أقصى حد عم بدخل على الموظف الأردني أو عامل الأردني. يعني كلها أسعار مرتفعة والمواد الغذائية، وفي الواحد تيجي مستلزمات، يعني بده يدفع أجار بيته الواحد، وعنده يعني صارت حتى يعني الكماليات هي أساسيات، وأجار بيت ومصاريف وغلاء معيشة، الدنيا كلها غلب غلب غلاء، الإيجارات، المحلات، الأكل، الشرب، الأدوية، كل شيء غالي.